Do you have Zalamit, please? Do you? Welcome everyone. مرحبا بكم في Zalamit Podcast. البودكاست اللي نتعلمو فيه الانجلي بالديرية. في الحلقة تاع اليوم راح نهضرو على الروتين الصباحية تاع واحد السيد اسمه أيمن. يحكي لنا شوية حياته وحنا رانا نسمعو فيه. كما في كل حلقة نقرأ فقرة هذيك بالانجلي ديركت ومن بعد إذا ما فهمتوش ما تقلقوش نعود نولي ونفهمكم كلمة بكلمة. اللي تبعوني من الحلقة الأولى تكونوا والفتوا هاد الميثود ولهذا وين جاو مرحبا بكم عاودوا ولوا واسمعوا. وإذا حبيتوا تبدأوا اليوم نورمال أبدأوا بالحلقة خمسة نورمال كل حلقة وحدها. قبل ما نبدأ مع الفقرة حبيت نفكركم في واحد العفسة كي نكونوا نتعلموا اون لونغ اترونجير. كاين واحد العفسة واحد ليدي عيانة اللي جينا في بالنا نقولوا علشان نتعلم هاد الكلمة ألوغ كو ما نعرفش كلمات واحد أخرين لي بازيك كتر. زعما ما نعرفش كيفاش يقولوا يد، ما نعرف كيفاش يقولوا واحد موسوس، ما نعرفش كيفاش يقولوا الدار، ونعرف كيفاش يقولوا لا ميتافيزيك. علاش سي با نورمال؟ هي سي توت افي نورمال باسكو هكا نتعلموا اللغه، هكا اللي تدخل اللغه فينا بلا ما نفيقوا. كيما واحد كيروح يعيش في البلاد اللي يهضروا هذيك اللغه، ما حش الناس يديروا اون ليست تاع الكلمات البسيطة قاع ومن بعد يبداو يصعبوا. لا لا يهضروا معه ديركت وهو يحصل. نهار يتعلم كيفاش يقولوا قنفود ومن بعد زوج سمانات من بعد يتعلم كيف يقولوا رجل. نورمال يسحق كلمة رجل دابور مي هكا جات، هكا جات في الحقيقة. سما إذا حفظتوا كلمة ما تبلوكيوش مخكم، ما تزيدوش هذيك لو ستريس زيادة تقول نورمالمون نعرف حاجة واحدة أخرى قبلها. لا لا الكلمة اللي تعلمتوها سي تري بيان ومبروك عليكم وغارديوها. يجي نهارها، يجي نهار وين تحقوها. هايا نونسيو. هاي ماي نيم از أيمن، أم فروم سعيدة بات ناو أي ليف إن وهران، أم ستودنت هير. I live on campus. My morning routine is simple. I wake up every morning at 7 a.m. I try to be quiet because my roommate likes to sleep in. He is so lazy. He misses half his classes because he wakes up too late. I go to the shared bathroom. I wash my face. I brush my teeth. Then I go back to my room and I drink some water. I don't eat breakfast. I have no appetite early in the morning. Fine. The truth is, I'm just too lazy to make breakfast. When I'm at home and my mom cooks breakfast for me, I happily eat it, especially if it's msemen. Yum. I like to start my day on the right foot. So I read 5 to 10 pages of a book. I feed my mind before I feed my body, I guess. After that, I check my messages, my notifications, social media. And before I know it, an hour is gone and I'm late for class. I get dressed quickly and I run to catch the university bus. I usually have 1 or 2 classes in the morning. Sometimes I eat lunch at the cafeteria and other times I eat fast food. And that's my morning. Allo, هيا نعود نولو من الأول ونشوفو إذا فهمتو إذا ما فهمتوش. Normalement هاد لو تكست فيه بزاف كلمات تعرفوهم ديجا، كلمات اللي ما نقدروش نراطيوهم ولا كلمات يشبهو العفسة بالفرنسي ولا بالفرنسي. هاي نشوفو. Hi, my name is Aymen. هذه سهلة. I'm from سعيدة. Where are you from? منينك؟ I'm from سعيدة, but now I live in وهران. شفناهم هادو في ليزيبيزود الاخرين. I'm a student. I am, ولا نسقوها نقولو am. I'm a student. A student. نقولوها بالزربة. I'm a student. I'm a student. I'm a student here. Here. هنا. معناتها يقرا هنا في وهران صحافه. Are you a student? Est-ce que tu es étudiant? Yes, I'm a student. No, I'm not a student. Are you a university student? No, I'm still in high school. I am still مازالني. I am still in high school. High school هي الليسي. ايه يقول
I live on campus. Campus هي الكامبوس, لا سيتي, لا سيتي يونيفرسيتير. صحاب لا سيتي وتمرميدة. قلبي معكم يا ناس. C'est les meilleures années de souffrance. Profitez bien. يقول My morning routine is simple. My تاعي morning صباح routine تكونوا سمعتوا هذه الكلمة في حياتكم لا لا La routine is simple. Simple humble. I wake up. نوض كاين اللي يحبوا يقولوا I get up. نورمال كيف كيف ديفيرونس صغيره اي ويك اب هي نفطن ولا نصحى اي جيت اب معناتها نوض من فراشي مي بون المعنى الاجمالي هو هو افري مورنينغ كل صباح سي تقولوا هذه بحياتكم نتوما على قداش تنوضوا اي ويك اب افري مورنينغ ات 7 اي ام اي ويك اب افري مورنينغ ات 5 اي ام اي ويك اب افري مورنينغ ات 11 اي ام اي ام هي صباح بي ام هي الحشيه I try to be quiet. Shh. مندش الحس. نسيي مندش الحس. Because my roommate هو la personne اللي ساكنة معايا. اللي ساكن معايا في الشامبر ولا اللي ساكن معايا في الابارتمون. Roommate. My roommate likes. He likes to sleep in sleep هي نرقد I sleep in معناتها نوض ماشي بكري I like to sleep in on Saturdays I wake up at 10:30 نحب ندير لاغاس ماتيني بالسامدي نوض على شونس يقول He is so lazy فنيان Are you lazy? A little bit. I can be. Sometimes. Yes. No. No, I'm very active. I'm not lazy. ومبعد يقول هو He misses half his classes. I miss. كاين هذيك تاع I miss you. معناتها توحشتك. I miss the bus. معناتها راطيت البوس. رحت روطار I missed my class معناتها راطيت الدرس I missed my chance راطيت لوكازيون ولا راطيت ما شانس ايه هذا اللي ساكن مع أيمن he misses نزيدو هذاك الاس باسكو he misses half ما نقراوش الال half معناتها النص his classes الدروس تاعو his تاعو classes دروس he misses half his classes because he wakes هاوليك الأس هادك عود ولا I wake up he wakes up أحفظوها هكذا وخلاص حتى تولي فيكم طبيعة هي لا غاقل she he it نزيدو الأس في البخيزون مي بون عفزت توالف وخلاص he wakes up too late تخو طاغ late Am I late? أني روطار. You are late. راك روطار. Too late. تخو طاغ. I go to. نروح. The shared bathroom. Bathroom هي سال دو بان. Shared. هذيك كلمة نعرفوها من social media. Share معناتها تبارطاجي. Shared bathroom هو سال دو بان اللي في لاسيتي يتقاسموه كاع تاع ليطاج. Shared bathroom. I wash my face. نغسل وجهي. I brush my teeth. نغسل سناني. Then, ومبعد, I go back, نولي. I go back to my room, بيتي. And, وتاني, I drink some water. نشرب بالماء. I drink some water. I don't eat breakfast. I don't. كي نقول هكا I don't معناتها هادي حنقول حاجة ما نديرهاش. I don't sleep. ما نرقدش. I don't eat. ما ناكلش. I don't dance. ما نشطحش. I don't eat breakfast. ما ناكلش فطور الصباح. I don't نسقهوة. I have
No appetite. ما عنديش لابيتي. Early in the morning. صباح بكري. ومن بعد يقول fine. إيه خلاص. زعما كي واحد يفيق لك يقول fine. هذه fine يستعملوها بزاف لي سيتواسيون. في هاد لا سيتواسيون معناتها صح هاك فقت لي fine. The truth is, الحقيقة هي I'm just too lazy. أنا شوية فنيان, شوية بزاف فنيان باش نطيب القهوة تاع الصباح. To make breakfast. When I am at home. كي نكون في الدار. When I'm at home and my mom, يما, cooks breakfast for me. ماما طيب لي القهوة. I happily eat it. I eat. I happily eat. ناكل avec plaisir. Especially, surtout, spécialement, if it's msemmen. Do you know the msemmen? Yum. سمحوا لي اللي راكو لابسين لي زيكوتر. سمحوا لي. I like to start, نحب نبدا, my day, نهاري, on the right foot. Foot هي رجل, right هي اليمين. On the right foot, نحب نبدا نهاري على رجلي اليمنى. وش معناتها؟ معناتها نبدا حاجة بيان, positively. Start this relationship on the right foot. نبداوها بيان هاد لا غولاسيون. So, مالا, I read, نقرا. Do you read? Est-ce que انتي تقراي ولا انت تقرا؟ I read 5 to 10 pages of a book. بين 5 و 10. 5 to 10. إذا نحب نقول بين 10 و 100 نقول 10 to 100. نحط هذيك 2 في الوسط. I read 5 to 10 pages of a book. A book. Un livre. I feed my mind. نوكل عقلي. Before, قبل, I feed my body. نوكل جسم تاعي. Before, يا ودي, فور. إذا نقول I feed my cat. نوكل القط تاعي, نعطي له ماكلته. I feed my family. نوكل فاميلتي. يقول واحد الكلمة I guess. هي ليتيرالمون معناتها جو دوفين. Can you guess? تقدر دوفيني. بصح هذه يستعملوها بزاف باش يعمروا الفيد. I guess. I guess. على حسب الشوفة. After that, ومن بعد, I check my messages. نقرا مي ميساج, نشوف إذا لحقوني دي ميساج. My notifications. Notifications. لي نوتيفيكاسيون عندك لي جيم وكاع ولي بارطاج الزين. Social media. And before I know it, an hour is gone. وقبل ما نفيق, قبل ما نعرف, تكون ديجا ساعة جازت. Before I know it, معناتها ما فقتش كاع. And I'm late for class. كون روطار باش نروح ليكور. I get dressed. نلبس حوايجي. I get dressed quickly. نلبس حوايجي بالخف. And I run. نجري. I run to catch. باش نحكم. To catch. You catch a ball. نرمي لك بالون. You catch it. ماشي الكاتش داك الكاتش تاع هالك هوغن. The Undertaker. ماشي هادي. Catch. نحكم. The university bus. Bus هو البوس. كيف كيف. I usually, في معظم الأحيان, have one or two classes. One or two. وحدة ولا زوج. Classes, دروس. In the morning. Sometimes, من ذاك, sometimes, I eat lunch. نفطر. Lunch هي الفطور. I eat lunch at the cafeteria. Cafeteria. Cafeteria مش معناتها cafeteria, معناتها la cantine. Resto. And other times, من ذاك واحد أخرين. Other معناتها واحد آخر. Times, وقت, وقت واحد آخر. I eat fast food. And that's my morning. هذه هي الصبحة تاعي. نعرضكم جو الانستغرام وتسيو تدربوا شوية تنطريني وتكتبوا هكا وتحضروا على روحكم وشنو هي المورنينغ روتين تاعكم. إذا حشمتوا حلوا انستغرام واحد آخر سميوها لاغوز نواغ ديزي طوال نورمال. ديروه سبيسيال لونجلي وارواحوا تنطريني واحد ما يفيق لكم باللي انتوما حتى تجيبوا روحكم بيهم بعد تخلعوهم قاع. And that's it for today's class. Thank you very much for listening.
I'll see you next time.